هذه الشيلة إهداء من الشيخ قعود بن علي آل قعود إلى زوج ابنته رامي بن أحمد آل غرسان بمناسبة تخرجه من جامعة الملك عبد العزيز تخصص إدارة مستشفيات. أجمل بيوت الكفاية صوتها بلحن جيلة والمشعر ما توفيها جزيلة الجزال من الشهر قعود بيت الخرايط الجزيلة صالها شعر عرف الناس هو أفضل رجال لم نسيب الفتر رامي بن أحمد في قعوده رجحت كل الموازين وسمت فوق العلالي ألف مبروك التخرج يا بقر كل القبيلة فالعزيمة والإرادة نلت صعبة المنالي نلت يا رامي شهادة بكالوريوس بالإدارة تشهد المملكة يا رامي وصولك للمعالي والتخرج والشهادة والمعارف الجزيلة تكبر الفرح ويفرح في نجاحك كل غالي تكبر الصحة وانترمز الأروفة والسيد ما تلفاك ميلة والمراجل والمكارم مرذك النوار الله الله وانترمز الأروفة والسيد ما تلفاك ميلة المراجل والمكارم مرذك النوار يا سليل أهل الكرم وأهل المواجب الأصيلة من ذوي الغرسان اللي صيتهم بالناس عالي لابسك غرسان رمز يا نعم القبيلة القبيلة اللي برا يسعالي يا هذا النزالي والمبروك التخرج والفخر انت سليلة فرحتي من جازك الناصع ما يوصفها الله الله ألف مبروك التخرج والفخر انت سليلة فرحتي من جازك الناصع ما يوصفها المقالي ليتني معك محاضر فرحك النادر مزيلة يا النسيب رامي اللي ما خذي روض الخصالي الله يديم السعادة بجعلي أيامك طويلة يا عسى كل العمر أفراحي يا فخر الرجالي يا عسى كل العمر أفراحي يا فخر الرجالي أجزل بيوت القصايد صوتها بلحن جيلة والمشاعر ما توفيها جزيلة الجزالي من الشهر يعود أبيات الفرايد الجزيلة صالها شعر الأعز التخرج والشهادة المعارف الجزيلة تكبر الفرح ويفرح في نجاحك كل غالي وانترمز الألوفة والطيب ما تلقى قميلة والمراجل والمكارم مرذك النوار وانترمز الألوفة والطيب ما تلقى قميلة المراجل والمكارم مرذك النوار مبروك التخرج والفخر انت سليلة فرحتي من جهدك الواسع ما يوصف الله ألف مبروك التخرج والفخر انت سليلة فرحتي من جهدك الواسع ما يوصف المقالي ليتني معك محاضر فرحك النادر مذيلة يا النسيب رامي اللي ما خذن وفى الخصالي والله ديما السعادة وجعلي أيامك طويلة يا عسى كل ثلاثة 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 ثلاثة